مرحبا، أنا غيدة مجذوب، واليوم أنا سعيدة إنه رح نحكي عن موضوع بيئي بامتياز مع سيدة لبنانية تركت لبنان من فترة طويلة وعم تشتغل بهالمجال، وخاصة وإنه مجال كتير صعب وما في إلا بيزداد صعوبة يوم بعد يوم. اليوم معي بروفيسور من تورونتو، وهي مثل ما قلت لكم لبنانية الأصل، ماريان هاتزوبولو، وأكيد رح تخبرنا عن كل هالتفاصيل. ماريان صباح الخير. هلو، كيفك؟ كيف الصحة؟ يعني خيمة أحلاك بقلب الشجر، يعني اليوم حبينا نكون فعلا موضوع بيئي بامتياز بقلب الشجر نفسها حتى نفرجي قديش نحن بحاجة نشوف الخضار وقديش لحاله بفرفح لنا قلبنا. مزبوط. أنا قبل ما نحكي عن مجال عملك وأكيد تخصصك وصولا للبي اتش دي وكل هيدا، بدي أخبر شوي المشاهدين أنه أنت تركت لبنان من بعد ما تخرجت من الجامعة الأمريكية ببيروت. مزبوط. إيه مزبوط. يعني انت بلشتي هونيك، اسستي هونيك، ومن بعدها تركتي وبلشتي تشتغلي بالخارج. مزبوط. اي انا عملت الباتشلرز والماسترز ديجري بالاي يو بي. ماي ماسترز ديجري واز از ان انفايرمنتال تكنولوجي. اشتغلت شويه بلبنان بس I've always wanted to go for a PhD. يعني البي اتش دي كان شيء يعني in my future. ايه. So اشتغلت شويه بلبنان ورجيت كفيت هون هيدي بال 2004. وبيتي يعني خلصت التخصص تبعك وخلص جيتي موريال بالاول بعدين تورونتو؟ لا اكشلي جيت على تورونتو. University of Toronto is where I did my PhD. أوكي. انا كنت كثير مهتمه بموضوع الانفايرمنت بس موضوع السيارات كمان، فاشتغلت مع جروب بيشتغل بالترانسبورتيشن انجينيرينج، بس البي اتش دي تبعوله كان اباوت ترانسبورتيشن اند ذا انفايرمنت، يعني موضوع تلوث الهواء اند جرين هاوس غاز ايميشنز فروم ترانسبورتيشن سيكتور. طب هيدا يعني هون كمان موضوع عم تحكي موضوع كثير هيك بحسسنا انه قديش لبنان بحاجه لهيدا الموضوع، يعني لو نعرف قديش للاسف الشديد لبنان ما عم بيراعي كل هالامور الاساسيه للحياه اليوميه، وهذا الشيء للاسف عم بيزيد بحالات الامراض السرطانيه من جراء الانبعاثات اللي بتطلع من السيارات لانه ما عم بيكون في اهتمام صحيح. قديش شفتي كمان هذا الاختصاص تبعك اللي عم بتدرسيه بالجامعه ترجعي تطبقيه ببلدك الام يعني بلبنان؟ ايه ما لبنان بحاجه الك. لا ديفنتلي انا هلا عم بشتغل، عندي كوليجز بالاي يو بي بشتغل معهم بلبنان، صار لي كذا سنه عم نعمل دراسات، عم نعمل ميجرمنتس لا تلوث الهواء ببيروت. يعني ما بقول لك يعني احسن منطقه يمكن بلبنان كلها، اذا بتشوفي قديش تلوث الهواء فيها، قديش الكونسنتريشن تبع مثلا بارتيكولات ماتر، كأنك قاعدة على الهاي واي 401 هون بتورونتو على الساعة 8 الصبح. أيه. محل ما في عندك بيك ترافيك وملتبلاي ذات كونسنتريشن باي 10 تايمز ميبي بتلاقي يعني اتس انبيليفبل ذا ديفرنس ان اير بولوشن از انبيليفبل. بعدنا هون بكندا بنعمل دراسات وبعدنا عم نبحث انه اي ليفل هو از ذا سيفست، وير باي يو هاف كونتريز مثل لبنان ذات يعني the situation is impossible. صحيح، وللأسف الشديد يعني هذا اللي يعني نحن كثير بنأسف له وبنحس انه ما عم نقدر نطوره ما عم نقدر نحسنه. هلا لبنان بالاضافه اكيد الى المشاكل كلها اللي عم يعاني منها يعني الاقتصاديه وغيرها، وهيدي هي المشاكل اللي عم تجرف كل الناس بمصايب اذا فينا نقول. مزبوط. بس كمان لبنان كنا دائما نطمح لانه يكون في مثلا وسائل نقل عام مثلا لحتى نخفف من السيارات ولحتى يصير في كمان واحد يخفف قد ما بيقدر، يعني يستهلك يقدر يخفف عليه عجقة سير ويقدر يقطع مسافات طويلة ببص واحد مثلا أو يعني بأداة واحدة لينتقل من مكان إلى آخر. كمان بيقولوا بنفس الوقت أنه هلأ بتعرف الحكومة اللي والدولة اللبنانية بدهم يتحججوا أنه نحن شوفوا لو عنا كان وسائل نقل عام قديش كان زادت نسبة الإصابات بالكوفيد، بس لأنه ما في عنا هيدا الشيء خفف، انه هيدا كرمالكم، انه نحن عم نعمل هيدا الشيء كرمالكم. قديش هيدا الشيء مش صحيح، وقديش فعلا انه لو انعملت بشكل صحيح ولو انعملت بشكل فعلا يوفر على الناس مصاري وايضا جهد وتعصيب بالطرقات والسواقه، قديش كان فعلا مش ضروري يكون فيه هو تنقل يعني انتقال بالعدوى، لانه هيدا ما صار بكل البلاد اللي عندها public transportation قويه مثل كندا وغيرها. Absolutely. I think your point makes a lot of sense. هون بكندا في كتير عالم كمان حتى بتورونتو أول ما صارت مشكلة الكوفيد they started talking about public transit و density of population و it was quickly disproven.
انه public transit is not going to increase transmission if we do it right, if people are wearing masks, they're doing social distancing. بالعكس هن كل هولي هالpublic amenities هولي يلي وقت اللي بلد بيكون عنده ياهون بتساعدنا نقدر نوصل للobjective تبعولنا حتى in terms of you know achieving social distancing in terms of all of that. Public transit is the number one solution for most environmental issues in urban areas, especially related to greenhouse gas emissions and air quality. في كتير كتير يعني في كتير كتير دراسات بتقلك إنه traffic related air pollution يعني ال air pollution اللي جاية من السيارات هي أأذى شيء للناس وهي اللي عم تأذي الناس بالمدن. وبمدن مثل بيروت مثل طرابلس مثل المدن اللبنانية يلي فيها كثافة عالم وكثافة سيارات absolutely we can expect really really strong health effects. بس بلبنان ما في دراسات عم تقدر تشوف شو هن مثل ما قلت انت شو هن الإفكتس على السرطان او على الريسبيراتوري إلنس لانه ما حدا عم يقدر to isolate شو هول الإفكتس عن بعضهم. Yeah. مظبوط. طب هون كمان ماريان لما واحد بيحكي عن هذا الموضوع يعني بنقول نحن الكوفيد قديش فعلا كان مصيبه على كل العالم يعني وقلب حياه وكل الناس موازين كل الحياه قلبت كلها بسبب الكوفيد. بس هون لما بدنا نقول شوي يمكن بنقول اوقات انه بس بده واحد ياخذ جانب ايجابي بيقول انه الارض يمكن كان بدها ترتاح شوي منا قالت لنا اقعدوا ببيوتكم حتى ارجع انا اخذ نفس وحسينا قديش في كثير طرقات بخف كتير نسبة التلوث فيها كمان أماكن عديدة يعني الحياة البحرية والبرية كلها تغيرت كمان عندهم بقى قديش كمان هيدا الشيء كان حقيقي وقديش هيدا الشيء بنقدر نحافظ عليه لحتى نرجع نخلي الأرض تاخد هي السايكل تبعها وتتنفس هي كمان من دوننا ببيوتنا ومعزولين ببيوتنا. لا absolutely أنا دايما بقول أنه A global pandemic is not the solution to environmental problems. ما بدنا نحن ننقل الهواء through a global pandemic, بس يلي تعلمناه through COVID, إنه in fact changes in behavior. إذا الناس بتغير behavior تبعولها, we can actually make an impact. Right? وهلأ في كتير بلديات هون بكندا, في كتير government agencies, this is exactly what they're thinking. إنه how can we modify behavior? How can we encourage people to make the sustainable choices? Because we don't want to go back to where we were before. ومثل ما قلتي إنه بدنا نحافظ على هيدي الشغلة. لسوء الأسف هلا already حتى بكندا عم نشوف مع reopening عم نرجع نشوف أعداد كبيرة بالconcentration تبع تلوث الهواء. Which means إنه you need proactive action. الناس ما حتغير هي البيهيفير تبعولها منها لحالها. You need government. You need policy responses. صحيح. وهون كمان إذا منستفيد من خبرتك كمان ماريان أنت بكندا بمجال عم بيحاول كل وقت يطور حاله لحتى يقدر يحافظ على البيئة يعني منشوف أيضا أنه قديش لبنان للأسف دايما بياخد two measures كتير هيك extreme يعني يا أما بيعزل الناس كليا يا أما بيترك الناس كليا يعملوا شو ما بدهم وهيدا الشيء فعلا عم بيكون مش مقبول يعني لما واحد بيحبس الناس كم يوم بعدين بيعطيهم يومين بيظهروا لا يعملوا كل شيء بيعلقوا مع بعضهم هالقد بيعجقوا وبيرجعوا بعدين بيصيروا مضطرين ينحجروا ببيوتهم لو بنعطوا يعني سيستام ومنطق طبيعي يمكن تكون الحياة عندهم شوي أفضل وشوي تكون مدروسة ومنطقية. إيه مزبوط. ما هيدا this is we always say that حتى صراحة بكندا إنه the system you constantly need government response you constantly need policy response. أنا ما بآمن أبدا إنه الواحد بس إنه through education إنه يوعي الناس ويتأمل إنه الناس رح تتصرف بالطريقة المضبوطة. I don't think it's the case. أبداً. وبكندا it's not the case. You constantly need government and policy response to move these things further. وهيدا للأسف الشديد هيدا اللي ناقص بلبنان. يعني بلبنان في عندي كتير أصدقاء أساتذة بالأيوب عم بيشتغلوا شغل كتير حلو. عم بيعملوا ريسيرش كتير مهمة. بس the problem إنه كل هالريسيرش هالمعلومات ما عم توصل للناس اللي بياخدوا قرارات ما بتوصل للدولة لأنه عندك هيدا البوند هيدا البريدج يلي it's completely broken. صحيح. أما هون بكندا at least في عندك بلديات وعندك government agencies عم بيسمعوا لنا عم بيسمعوا يمكن ما حياخدوا قرارات دغري بس at least عم بيسمعوا شو عم بيقولوا الدراسات وبتحسي إنه as a professor هون بالجامعة عندك duty يعني غير انه بس تعمل دراسات عندك ديوتي انه توصلي هالدراسات ل
decision makers لا الناس اللي بدهم ياخذوا قرارات فاينلي. صحيح، وهذا الشيء اللي نحن بنطمح له، لانه بلبنان للاسف مثل ما قلتي يعني هون بينسى معلن هالاشخاص، انما بلبنان اللجان الطبيه والبيئيه اللي عم تطرح حلول وقرارات للاسف بتوصل للاشخاص اللي هن بيعتبروا حالهم بيفهموا مسؤولين، بيوقفوا القرار وما بياخذوا فيه ما بيلتزموا فيه، وهذا الشيء اللي بيعمل فراستريشن بعد اكثر واكثر لدى الشعب اللبناني اللي مش بحاجه بقى لاكثر شيء بعد هيك يفوروا، اذا فينا نقول انه صار عنده كثير اشياء بتعصبوا، صاروا بيقول اذا بدك تموت بالكوفيد بتكبس على البريس 1، اذا بدك تموت بالفقع بتكبس على يو بريس ذا باتن 2، يعني هيك صايرين لحتى ينفسوا عن غضبهم، لانه حرام ما فيهم بقى يعملوا شيء ثاني يعني، وهذا الشيء اللي بيقهرهم. وبتحسي انه ناس شوي قادرين يمكن يعيشوا بيتحركوا بيعيشوا بشكل كثير هيك يعني صاخب، وبالمقابل ناس للاسف ما قادرين يلاقوا لقمه الخبز، عم بيعيشوا بالعتمه ليل نهار. هيدا الشيء اللي مؤسف كثير، لبنان هالقد حياته كثير ما فيها بقى اسود وابيض، يعني فيها اسود وابيض ما بقى فيها شيء بالنص اصلا. بقى هون كمان بدي احكي شغله كثير اساسيه كمان اللي انحكت كثير مؤخرا مريان، هي قديش الايربورن ترانزميشن هي للكوفيد كمان، لانه انت بتشتغلي كثير بهالمجال كل الناس صاروا يخافوا زياده. قبل كانوا يقولوا اذا حطينا ايدنا على سطح شيء، حطينا ايدنا على مسكه الباب، هدول القصص شوي بتخوفنا اكثر، بس لما صار يقولوا بعد اكثر بينتقل بالهواء صارت الخوف زياده بعد اكثر، انه يمكن اذا ما كانوا بس مترين يمكن حتى لو اكثر ممكن ينتقل لنا. قديش هدول الامور بتخوف الناس اكثر، او قديش واحد بيقدر يراعيها كمان؟ ايه هلا هول الامور كثير مهمه، وايه لازم الواحد يخاف شويه اكثر وينتبه شويه اكثر. It's not fully proven. أنا عندي colleagues كمان بالجامعة هن بيشتغلوا خصوصا indoor air quality، هن كانوا من اللجنات يلي دفعت the World Health Organization إنه تتسمى إنه there is a possibly another path of transmission يلي هو it's airborne. Airborne ما معناته إنه إذا قاعدة أنت بالطبيعة وحدا عطس رح توصل العطسة لعندي. It's very important. ما معناتها انه هيدا العطسة is actually, you know, absorbing on some air pollution particles and traveling. But it's very important in indoor environments. لأنه خصوصة وقت الواحد بيكون indoors، بيكون بالصف، بالجامعة، بالمستشفى، كل هالهواء gets recycled. ما بتاخدي fresh air انت بهول بكل هول الهول الenvironments. This is the problem. انه اذا حدا بهيدا الصف عطس، معقول حدا تاني بالصف التاني عم بيتنفس نفس الهواء. هيدا الهواء is getting recycled. So this is another possible path for transmission. I think it's important to listen to all the research. I think what's more important خصوصا هون لقلنا بكندا، لانه عايشين ببلد فيه دولة، يتسمع الواحد شو public health agencies عم بيقولوا، شو عم بيقولوا لنا نتسمع، لانه actually you have trust in the fact that they are listening to the research and making decisions accordingly. يعني حتى واحد هيدي هون الفكرة، إذا واحد عم يعمل رياضة تبعيته أو ماشي بالطريق وما في حدا حده، مش بحاجة أوقات يحط الماسك، إنما بس مجرد ما يدخل إلى مكان مسكر هون الماسك بصير ضرورة، مش بس بصير شغلة هيك إنه يمكن لغجري، لا مفروض يصير خلص أساسي لكل شخص، إن كان شخص عنده الخوف إنه هو يكون مصاب أو في حيال شخص ممكن يكون مصاب آخر. لا absolutely, and I think there's a lot of evidence that say, you know, outdoor transmission is much smaller than transmission in indoor environments. طب كمان بالنسبة لموضوع هلا يعني التغييرات الجذرية اللي عم بتصير بالعالم من جراء الكورونا، من جراء العالم كيف عم بيتغير يعني كمان كله، كيف الناس عم يقعدوا ببيوتهم، عم بيخف الاستهلاك للسيارات وكل هيدا، نعرف قديش العالم فرق كله، global warming كمان غير كل الفصول، يعني بنعرف مثلا كندا كل عمرها عندها شتوية قاسية صيفية أخف وحلوة، إنما أوقات منقول صرنا مثلا صار طقس باي بولر، يعني بيكون عندك أربع فصول بنهار واحد بيصير بيقطع معي. وكمان ومثلا بأماكن تانية مثلا مثل المملكة العربية السعودية بنص أو بأواخر تقريبا شهر تموز وحتى أول آب كمان بيكون عم بيكون في مطر مثلا بالمدينة المنورة، إنه كيف واحد بتخيل إنه كيف كل هالأماكن تغيرت الفصول تبعيتها بسبب الجلوبال وورمينج. هل ممكن نشوف من خلال انتم ابحاثكم انه نرجع شوي نشوفها تترجلج على هيدا ولا لا؟ Unfortunately it's too soon. يعني the effects on air pollution they are direct. عرفتي بوقف الواحد السيارات بينقل هواء. The effect on global climate you need a lot more time. يعني مزبوط صار في reduction كثير كبيره in greenhouse gas emissions, but if it's not sustained for a very long time ما رح نقدر نشوف هالإفكت. And effectively, يعني
most climate scientists بيقولوا لك لا بعد هلا ما فينا نشوف شيء يعني حتى لو صار في reduction in greenhouse gas emissions. This is the thing, you know, COVID is giving us a little bit of a taste to what life could be like, what an alternative way of living could be. بس بدك أكتر بكتير, بدك much more sustained effort to really, really see all these benefits. وهون بتصور كمان انتوا لما عم تشتغلوا بموضوع الانفايرمنت مع التكنولوجي, يعني لانه واحد صار ما في ما يدخل التكنولوجي اللي هي عم بتطور كل شيء, كمان انتوا عم بتحاولوا تدمجوا هالمجالين مع بعضهم بالنسبه للبيئه وبالنسبه للتكنولوجي. قديش كمان عم بتحسوا انه هيك امور ممكن مثلا تخلينا نفكر انه ممكن يصير في تطور اكثر, نحس انه الكوفيد يمكن ان شاء الله بس يصير في عنده مثلا فاكسين قريبا ان شاء الله او بعد سنه نقدر نحس حالنا نوعا ما العالم يرجع شوي طبيعي, او انه لا خلص حنصير نحس انه كل وقت الكوفيد صار جزء من حياتنا سنويا بيرجع بيتكرر. لا I think رح نرجع نعيش حياة طبيعية, رح يرجع العالم طبيعي. Yeah, I think بس the key is you know at least that to have learned you know how to live differently. عرفتي مثلا الناس اللي بيشتغلوا كل يوم that commute 90 minutes بيطلعوا بالسيارة على الهايوي, تبيفكروا هالشركات انه هل ضروري انه هالموظف يجي كل يوم على الشغل؟ هل ضروري انه كلنا نشتغل من الساعة 9 للساعة 5؟ ما في ناس بيشتغلوا alternative schedules حتى الطرقات مش تكون عاجقة على الساعة 9 وفاضية على الساعة 12 بعد الظهر يعني. مزبوط. انه في كتير alternative and this is what we should be thinking about. وهيدا فعلا اساسي جدا يعني مثل ما قلت يعني هون يمكن عطى درس كمان الكوفيد لكل أشخاص أصحاب الشركات وأصحاب كمان الأشخاص اللي بموظفين يعني ناس إنه لا في أمور كتير لازم تتغير وفي الحياة تمرق معهم وتشتغل البزنسز بشكل طبيعي إذا تغير الموضوع يعني هذا الشيء الأساسي أيضا اللي ممكن يعيشوه كمان. طب هون كمان بالنسبة لطلابك بالجامعة يعني كمان كيف عم بتشوفي كمان الجيل الجديد كيف عم بيكون عنده هالتطلعات يعني لأنه أوقات بنشوف حتى نحن بالحياة اليومية مثلا بشوف أوقات إنه الجيل الجديد أوقات يمكن أخذ الأمور هيك يعني مش أخذها بسيريسنس كفاية إنه لا ماشي الحال ومش حلقته إنه أنا بعدني وأنا صغير وأنا مش رح ألقط, مع إنه للأسف عم بيصير في إصابات بعمر العشرين سنة يعني مزبوط. يعني أنا مثلا هلأ كنت عم بحكي أنا وبنتي من يومين إنه ما كنا نتخيل هيدا الشيء انه الا بافلام الساينس فيكشن شوف كل الناس بالماسكات جوا, بس صارت تقول وهي عمرها 20 سنه انه منيح اللي نحن خلقنا بوقت كان بعد فيه الحياه الطبيعيه يعني إيه. هيك صار بيقولوا إيه. بقى قديش بتشوفي انت جيل اللي عندك تلاميذك كيف بيشوفوا هيدا الموضوع هلا؟ تقلك الصراحه مع انه عم نشوف مثلا على الاخبار انه كثير انه young people انه they are gathering parties وكل شيء ويمكن ما بيهمهم الكوفيد, I think it's a very small sample. انا يعني عم بشوف كثير من طلاب الجامعه اللي حوالي بالعكس بحس انه هيدا الجيل احسن منا, هيدا الجيل يلي بده يخلصنا من كل هول المشاكل لانه هيدا الجيل is demanding a lot more things. They're demanding a clean environment. They're demanding social justice. They're demanding an end to racial injustice. يعني I have a lot of hope and faith يعني بهالجيل الجديد. الحمد لله وهذا الشيء حلو, هذا الشيء بيطمن يعني هذا الشيء بيفرحنا قلبنا كمان لأنه نحس إنه الحمد لله إيدي يعني مستقبلنا بإيديهم بعد أفضل بكتير من إنه يكون مستقبلنا بالأشخاص اللي حكموا وقعدوا قبل. لانه ما غيروا شيء ما في الا زادوا الامور سوءا وهذا الشيء اللي ما بدنا اياه بقى بدنا نخلص منه كليا على امل اكيد يا رب تخلص بقى هالجائحه كورونا اللي اجتاحت العالم كله ونقدر نتخطاها باقل خسائر ممكن يا رب بكل انحاء العالم وايضا نحن كلبنانيات يعني كمان انه نحس انه لبنان يكون عنده يا رب كمان حصه انه من الوعي ومن انتهاء الاعداد من التصاعد ان شاء الله يا رب نقدر نخلص له بشكل كتير كتير قريب. انا بدي اتشكرك كتير مريان, بدي اقول لك عن جد يعطيكم الف عافيه انتم اللي عم تشتغلوا بشكل دائم على تطور هالامور وعم بتتابعوا كمان كل شيء عم بيصير على الارض لانه بدون بيئه بدون هواء نظيف ما فينا نعيش, بدون اكسجين ما فينا نعيش بقى, هذا الشيء اللي نحن بدنا اياه ان شاء الله للايام المقبله. شكرا لك ونحن كثير سعداء اليوم بانه تعرفنا عليك وعرفنا الناس كمان على قصتك اليوم ايضا من خلال هاللقاء لحتى كل الناس يحضروا اللقاء مع ماريان هاتزوبولو. فيكن اكيد تفوتوا على اليوتيوب شانل تبعيتي تعملوا سبسكرايب وانا بشوفكن بلقاء جديد.